أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جاء يوم الجد، جاءت ودقت ساعة الحقيقة. تونس بنصورها ضد التيرانجا بأسودها في مباراة الفرديات ضد المجموعة ضد الجروب، المنتخب السنغالي ضد الفريق التونسي. تونس اليوم باللون الأحمر والفريق السنغالي بالأخضر. هذا جانب من الحضور الجماهيري لعشاق التيرانجا، ولكن هناك من الحضور الجماهيري المكثف للجماهير التونسية المصرية خاصة اللي تساند في نصور كارتاج. مباراة الحلم من أجل النهائي الرابع في تاريخ تونس مقابل البحث عن نهائي غايب على أسود التيرانجا من 2002 في دورة مالي. طبعا هي مباراة الخبرات، مباراة التجربة، ومباراة الروح، باعتبار أنه لما تتحدث على إطار اسمه نصف النهائي تولي الأمور 50-50 50-50، كل واحد عنده حظه، كل واحد عنده شانس. هذه هي تونس برجالها في مباراة العبور للنهائي. منتخب السنغالي اللي يبلغ نصف النهائي الرابع في تاريخه 11 مع تونس. تمشي كرة طويلة، تلعب بالراس لوس الخنيسي وخطأ لمصلحة التيرانجا. هذا هو في منطقة الجزاء، حذاري حذاري قدام ساديو والدفاع، غطى الكرة ترجع للتيرانجا. السنغال تفرض الواقع في البداية وبالراس دراجر، والكرة خطيرة على المنتخب الوطني. البداية قوية من منتخب التيرانجا. هذا هو دراجر، ثم خطا سيد الحكم ساديو ماني عن طريق ال 15 للتيرانجا، والتسديدة من يانجا، كرة بعيدة دياتان يانجا، وان يانج يشوت كرة اوت، ضربة مرمى سيماتر المعز حسن. هنا المحاولة الأخيرة ساديو ماني بن محمد، ما يشوتش ساديو، طلع كرة خطيرة العرضية، كرة صعبة المنتخب التونسي ودراجر، برافو ودراجر في الركنية. بداية ممتازة جدا للأسود. منتخب السنغالي في رأيي الشخصي بمتابعتي للمكان هو هدف البلاي. الكرة تمشي وخطيرة وبرا اوت، ضربة مرمى تونس. تونس العرضية للتيرانجا بالراس، وبرافو الدفاع، والتسديدة عالية، كرة ترجع لمعز حسن. الشوطة كانت من رقم 12 الظهير اليساري اللاعب سابالي باب سي سي اولمبياكوس، وادري ساكي يلعب في التوفيس ايفرتون. كرة تونس خطا وفاول على كوليبالي، كرة يستفيد منها المقاتل المحارب في حمام عربي. تمشي كرة خطيرة وفرصة المنتخب التونسي. الكرة الأولى التونسية من الفرجاني. فرجاني سجل 5 أهداف مع النصور، وأول هدف في مشواره الدولي كان في استاد بن جنات في المونستير على المنتخب السنغالي. محمد يلعب كرة مع مساكني، مساكني لفودار، والدفاع بن دفاع فكر كاس، والكرة حدادي، يمشي حدادي يعمل الكروس، الدفاع مرتبك منها ترجع الكرة الفريق التيرانجا خطيرة. العرضية والدفاع بامتياز فوزوا به في مباراة خروج مغلوب. ترجع الكرة المنتخب التونسي، الاندفاع موجود والروح القتالية موجودة. السر في مباراة اليوم هي الكرة رقم 55 للتيرانجا في الكان، بينما تونس تلعب اليوم ما تشهر وافتكاك الكرة. هذه هي، العب الكرة، العب كرة، فما خطأ يا بملاك، فما خطأ، فما ورقة صفر على التيرانجا. الحكم يكتفي بالقرار الإداري، خطأ واضح. عوابي يمشي الخزري، يمشي الخزري، يا براس، والكرة عالية، كرة عالية وركنية لتونس، ركنية جابها ديلان برون. هذه هي الكرة، ترجع كرة وابي الخزري، يلعب كرة وابي الخزري بالراس، مش ممكن كيف ضاعت هذه، مش ممكن كيف أدرها يوسف المساكني. كرة تقريب في 7-8 متر قابل الحق، يمشي بالكرة انطلاق صعبة للتيرانجا، الشوطة والعارضة، أي يا ستار يا مان على اختار العارضة، كرة اليساري عن طريق اللاعب، كرة خطيرة مراوغة، الانطلاق على دراجر يضرب ولا أروع، ولكن كرة في البوتو الحديدة تنوب على النصور. 0-0 دومي في نشاني، وما ضيع باش ماركيو، شوت كرة خليسي، يا تاني خطيرة، هيا هيا اضرب كرة، اش فما، وينو الفار؟ والكرة للحارس، الحارس جوميز، كرة واحدة اثنين، فرجاني مهم جدا، الفرجاني بدا يرجع الفورمة، واحدة اثنين، فما دفع، فما بينالتي، فما
مثل الريه، الريه وبطه تك على الكلوه. في حضور رئيس الاتحاد الافريقي طبعا احمد الاحمد اللي يحضر الملغاشي النصف النهائي الاول، واكيد سينتقل بعدها للقاره لاستاد الكل ضد القويه السنغال. حذوري خطيره ومرت سليمه، مرت سليمه، الكره الثابته، هي مباراه كره ثابته. واحضروا كوليبالي، احضروا كوليبالي، ترجع كره طويله ملعوبه للباكيتور دار، ولكن موجود الدفاع والركنيه. ما زالت الخطوره للترنجا، وهنا طريقه معبره جدا على قيمه المباراه والريال بالنسبه. والكره تمشي للسنغال، حذوري ومعز حسن ممتاز، والكره السنغاليه محاوله التسديد وبره بره او ضربه مرمى المعز حارس نادي نيس. مباراته الدوليه رقم 11، معز ماشي في نسق تصاعدي، دور كبير لمدرب الحراس منتخب التونسي. تسيره لهذا الشوط الاول جيد جدا، خطيره جدا، والدفاع ولف وحط كره برا، حط كره برا من الطرف الله. هي الكره الثانيه شديده الخطوره، هو شديده التحذير في اللهجه الفرنكفونيه للسنغاليين. وكره خطيره، مش ممكن، مش ممكن، ومرت سليمه. حذاري، ثم نوع من الهبوط في المستوى، ثم نوع من التراجع في الاداء، ثم نوع من التفوق التكتيكي والفني وفي السرعات للترنجا. برجالي والزعلان، اضرب الان، شوت الان، وكره خطيره ضاعت، وترجع المعز حسن لباس. مباراه استياد الهدف. حذاري، اخرج 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 الحارس، وفي فاول، في فاول. شو يقول الحكم؟ حكم يقول نرجع لاصابه الحارس. لا ادري لماذا باملاك تسمع ما زفرش خطا في رايي، بدا واضح للعيان لحارسنا معز حسن. المنتخب السنغالي هذه هي طريقته، فعل قوي. وبالخزري، هو الدفاع من سقيق، وكره خطيره. الراسيه ترجع من الدفاع التونسي، الكره ترجع بالراس مره اخرى، خطيره، يخرج معز كاس افريقيا. وكره خطيره وفرصه الهدف يضيع، مش ممكن، مش ممكن، هذه الضربه يا طه ياسين، مش ممكن يا طه ياسين. كرة ممتازة المنتخب التونسي، كرة الهدف وكرة اللقاء وكرة الفينال، كرة البلع. يلعب عرضية، هي 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 إلي، مش ممكن الفر، مش ممكن. كرة إلى أخطر الأقرب، بذكريات بن جنات في المونستير يا فرجاني. كرة ممتازة، قلت لك ما زلت أؤمن بحظوظنا في الفينال. مل يمشي وابي الخزري، يلعب الكرة وابي الخزري بالراس، والدفاع والركنية، وتونس تتألق في سماء القاهرة في الشوط الثاني. يرجع نيانغ للديفونس، وابي الخزري تلعب الكرة ترجع بالدفاع، والكرة الثانية منتخب التونسي. شاط من ساديو، رد بالك يا خزري، رد بالك يا خزري، رد بالك، برافو دفاع، ضربت فيه سيمتر زفر، يديك غادي، يديك غادي. ركنية، ركنية على دراجر، ركنية على دراجر. كخليسي تمشي كوره، ويني ويني عندك، ايه في فاول، في فاول، اعطيه الصفره، اعطيه الصفره، خلي تركح اللعبه. لا لا يا سيل، لا، السنغال تتوتر. التونسي كره طويله، كره طويله، اضغط عليها خليسي، شيلها يا خليسي، شيلها، قال في الباسكت. الكره العرضيه، وكره تمشي وتجي العارضة على كرة قاسما، كرة ثانية على العارضة من السنغال. وعيان أنه عنده مشكل كبير، تكامش يدخلها، ولكن خطيرة، خطيرة، والحارس، وبرافو معز، برافو معز، اللي ليك ليك، واللي خطيك خطيك. قطع النظر على الأوفسايد، معز أن كونتران، فماش أقوى منه. شوف الكرة، التسلل الواضح على الترنجا في دار الدراجر ساديو، والكرة نعيم، 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 شوت يا نعيم، شوت يا نعيم، العب مع الخزن، نعيم، نعيم، شوت يا نعيم، شوت يا نعيم، والركنية يا نعيم. ممتازة تونس الشوط الثاني، ديما وين متروح تونس برجالها. اركم، امشي امشي امشي، لا لا لا، رد بالك العرضية، برافو الدفاع مرة أولى، برافو مرة ثانية، ما يمرش، ما يعدي، ترجع للسنغال، تمشي كرة خطيرة، رد بالك، شوت كرة برا يا طه، يا طه يا طه يا طه. تقريبا هذيا ضد بوهو ترجي ومازمبي نفس اللقطة، هذه في الشامبيونز ليغ. يا طه،
العب كورة، العب كورة، شوت، هنا بنالتي، لا، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لتونس، ضربة جزاء لتونس، ضربة جزاء لتونس، بنالتي يا بنالتي، ما احلى زينك يا بنالتي. بملاك زفر يمشي فرجاني ساسي، يمشي فرجاني ساسي ويضيع كورة، مش ممكن، مش ممكن. فرجاني ساسي ضيع كرة فينال بشكل مؤقت، مش ممكن. لا عرفته باش يضيعها، والله عرفته باش يضيعها. هيا 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 بعد باه، بعد باه، بعد باه سليتي، بعد ضاعت كي نترشحوا. يا فرجاني، يا فرجاني، يا فرجاني، راهو تفرج فيك الحارس جونيور، راهو جونيور غوميز راهو كان ينتقد في حارس غانا، قال له كيفاش يبلاسيها لك هكاكا وانت تتفرج، كيفاش ثبتك بالمصري ما تتحرك. لا لقسوة الكرة، لا لغدر الكرة، وكرة ترجع والحكم يقول ضرب جزاء للترنقة. هكذا هي كرة القدم، تتلعب على الجزئيات والكرات في لحظات من فرحة تونسية في الدقيقة 74. الكرة للترنقة في كامل الصعوبات، يمشي رقم 14 ضيعها. برافو يا معز، برافو يا معز، ما احلى زينك يا معز. مش ممكن، مش ممكن، ما زالت تونس الكان، ما زالت تونس الكان. معز حسن يثر لنفسي بعد خروجي في الركلات، انا معز ولد حسن، انا حسن ولد تونس. خرج كرة للرقم 14 الترانكا، اضرب الراس الفيليه، فعلا مستيد اخرى، فعلا مستيد اخرى، فعلا مستيد اخرى، اعتبرها عفويه ما يعتبرهاش اموره، لكن فيها لمسه على السنغالي. شوف الكره من وابل الخزري السنغالي، وكره خطيره ويتعدى ويشوط، والبره، البره تفجعت، وين تعيطوا السنغاليين على جنبي على طول، فجعوني، خوفوني. شوف الكره، شوف الكره، شوف الكرة.